لعبها في ليفا احنا في الدوري. أحبتنا في كل مكان، ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. بطولتين غاليتين علينا دائما، تعودناها من أيام الاستقلال، دائما لها حضور ومتابعة، ويحضرها دائما حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه وسمو ولي العهد دائما هذه البطولات. بطولتين عزيزتين على الكل، الكل يعني يحرص أن يفوز في هذه البطولة، في هاتين البطولتين اللي تعبر عن مدى محبة الشباب الرياضي لأسرة الحكم، ومدى اهتمام القيادة السياسية في الرياضة الكويتية، والحضور الشخصي لهذه المباريات التي ارتبطت في سنوات عديدة. سيكون حديثنا اليوم عن بطولة كأس سمو العهد لكرة القدم. كما تعرفون أحبتنا في كل مكان، بطولة كأس سمو العهد لكرة القدم بدأت موسم 94-95، كانت هذه أول بطولة في تلك المرحلة، وثم تواصلت هذه البطولات واستمرت المنافسة الكبيرة فيها، واستمر الأداء المميز من كلا الفرق في هذه البطولة. أكثر الفرق طبعا فازت في بطولة كأس سمو العهد لكرة القدم هي القادسية متساوي من نادي الكويت، ثم العربي. نادي الكويت طبعا كما تعرفون فاز في البطولات عديدة، ولكن احنا طبعا ما راح ناخذ كل البطولات، سيكون حديثنا عن البطولة في 2020-2021 اللي فاز فيها نادي الكويت، واللي كانت عن جدارة واستحقاق. نشوف الأهداف ونشوف أيضا تسليم الكأس. دائما وكرة اللعبة خطأ تصل إلى عدي، الله عدي بادر، عدي سجل أول أهداف القادسية وأصيب، ولكنها ما في إصابة، لكن هي أصابت المرمى بخطأ في الدفاع في التمريرة في الكرة التي أتت بهذه الطريقة، وبالتالي استغلت خير استغلال من جانب نادي القادسية. سجل ظفيري، مرر الكرة على طول إلى عودي، يتقدم نادي القادسية عن طريق عودي في الدقيقة التاسعة. في حارس المرمى خالد الرشيدي، كرة ثابتة، وطلال الفضل بيلعب الكرة الثابتة، ومحاولة العكايشي، الله العكايشي، هدف التعادل. شوف العكايشي كان عامل لجمعة سعيد، لكن النية كانت مميتة بأن يلعبها ساقطة في المرمى، صعبة في الزاوية البعيدة على خالد الرشيدي، لم يكن مراقبا هذه الغفلة، وبالتالي كرة لا تصل إلى طلال فاضل، ينقلها إلى جهة اليمين، ومحاولة إلى ديمبلي بلعبها، الله جول الكويت،
نادي الكويت جول جول. شاعة الأقدار أن تتهيأ الكرة إلى الفرنسي سيسوكو ويسجل من خلالها هدفهم الثاني. ارتدت راسية جمعة سعيد من حارس المرمى لتجد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب السيد عبد الرحمن بداح المطيري يسلم كابتن نادي الكويت كأس سمو ولي العهد النسخة 28. ألف مبروك لنادي الكويت هذا الفوز التاسع في تاريخه. مبروك للكويتاوية، مبروك للعميد الكويتاوي هذا الفوز وهذا اللقب الذي أتى بعد فوز في الأشواط الإضافية على فريق النادي العربي أيضا حقق البطولة 8 مرات. وتذكرون العربي أيضا يعني هذه الفرق الآن اللي نقول القادسية الكويت العربي طبعا من تاريخ الرياضة الكويتية دائما كانت لهم البطولات والجولات والصولات والحضور الجماهيري الكبير والمتابعة الكبيرة. فاز فريق النادي العربي في آخر بطولة سنة 2022 طبعا حققها عن جدارة واستحقاق، والعربي صاحب تاريخ طويل يعني كما تعرفون. العربي حصل على أول بطولة كأس سمو الأمير حفظ الله ورعاه، حصل أول بطولة دوري، حصل أول بطولة دوري مشترك، إذا عدنا للتاريخ يعني. وهذه البطولة طبعا عزيزة وقالية على الجميع. هداف البطولة طبعا عشان نعطي لكل واحد ذي حقه كان الكابتن الكبير علي مروي أحد النجوم الكبار المهاجمين القناصين، سجل 34 هدف متساوي مع خلف السلامة أيضا لاعب نادي القادسية اللي كان في الجهراء سابقا. دعونا نشاهد أهداف العربي في النهائي وتتويج بكأس البطولة كأس سمو العهد لكرة القدم. شوط اللقاء الثاني الكرة الأمامية رأسية، أصبح النادي العربي في الجهة اليسرى هنا لدينا الله أي بداية هذه لأحداث شوط اللقاء الثاني. الله 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 أي مسافة أي بداية. أحمد الزنكي الزنكي يسدد من مسافة بعيدة جدا. ركلة جزاء تدخل الذي حدث على أحمد الزنكي داخل منطقة الجزاء بعد الطرد. فإن الكويت يقترب الكويت يسجل للعميد الله 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 يعوضهم يقول بأنني نجم قادم. الكرة الآن تنقل في الجهة اليسرى تلعب أمامية لمصلحة العربي. هل يفعل العربي بعشرة لاعبين في الجهة اليسرى أرضي العوضي. هي الأولى بسم الله جاسم وعبد الله البروشي. الله يسجل أول الأهداف. فيكتور غوميز لحميد القلاف والتسديدة الأولى للزعيم العربي. الله كرة هدف التعادل يأتي الآن بالنسبة لنادي الكويت. يا يوسف ويا جاسم يا يوسف. الله 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 خبرة يوسف. سلمان العوضي ولا القلاف؟ سلمان منصورية
7 سنوات واحنا نترجاك، 7 سنوات واحنا نترياك، وهنا الآن 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 الآن. اي نعم اي نعم، إلى هو العربي، هو العربي بطلا لنسخة 2022 لكأس سموي ولي عهد دولة الكويت الشيخ. نعم أحبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية حلقة اليوم. كان حديثنا عن بطولة كأس سمو العهد لكرة القدم، وهذه البطولة القالية العزيزة علينا دائما. سلطنا الضوء طبعا على آخر بطولتين، كون المشوار اللي تحدثت عنه هي بطولة بدأت بموسم 94 ولكن حصرناها في آخر بطولتين. نشوفكم إن شاء الله باكر على خير، مع السلامة. Yeah.